السلام عليكم اخوتي. انا تعرضت للاعتداء البارح نهار السبت، 8 ديال الاشخاص كاملين بالسيوفة. انا واقف مع العساس، جاو ضروبية ضربوني، داو لي التليفون ديالي، هوت عملت شكاية، جاو نظار كيهدو بالسيوفة، كاميرا شابراهم. ملي هوت عند رجال الامن ما كيغريزيو دائما، ها العساس هو عارف كل شيء، دائما كيغريزيو، عندهم اسبقية على هاد الشيء، عاد خرجوا من الحبس واش فهمتي. وملي مشي كيمشيو جروب 8 بيهم كاملين بالشفاري، كاملين بالبنانات، كاملين كيتعداو لعباد الله، كيديو ننسى في التليفونات وهذيك. ها العساس هو في راسو كلشي، وكاينه الكاميرا اللي كتثبت هاد الشيء. وملي مشيت اليوم عند رجال الامن ما تساعدوش معايا، واش انا ضاربيني وجهي وسامحين في شو شنو عاملين لي؟ كامل كانوا يقتلوني، العروق كانوا يقطعوني، عاد يدي عطيتهم كل شيء، ومشاو عطاهم السدعة وتصاور. وما كاينش غير انا اللي ضحية، كاينين بزاف ضد الضحايا، ماشي غير انا اللي ضحية، كاينين بزاف ضد الضحايا، واش فهمتيني الرئيس؟ ما كاين بزاف ضد الضحايا، هادو عصابة إجرامية كيسرقوا شهر رمضان وما كيسرقوا، شهر رمضان وما كيسرقوا. تعدوا عليا وانا كنطالب السي الحموشي ورجال الامن يتدخلوا، علاش انا ما عطاوني شي حقي؟ ردوني انا اللي اليوم ردوني انا اللي عامل واقيلا ديك الشيء هذاك. وقف باركاجوج هما كيسكنوا في دار قنفود وحوم السوسي، وهذا الشيء وقع في باركاجوج، كيعاودوا يسرقوا تما النساء وكيسرقوا، ويدي هنايا وهنايا 10 هو العساس هو يعاود لكم هكا. السلام عليكم. الشخص وكنتفاجأ بثمانية الشباب في حارس السيارات، كنعدل العمل ديالي كما دائما، وكنشوف ثمانية الأشخاص ماجين جارين مورا هاد الشخص هذا، وحدايا طاح له التليفون، هزوه له داوه له، وبقاو كيشيروا عليه. الأرطب الله عز وجل هي اللي نقداتو منهم بكل صراحة. وديك الناس كنطالبوا بالاعتقال ديالهم لأنهم شدة طغيان. الشهود نسا، كاين الشهود، كاين الكاميرات، كاين الجيران شاهدين، كاين الكاميرات. كنطالب بالرجال الامن يجيو يشاهدوا الكاميرات، عادي يجريو القانون ديالو. راه ديك الناس خالقين الرعب في الساكنه، خالقين الرعب. واحد الدرجه ما تصورش. السبت الخميس كانوا هجموا على واحد العماره، هرسوا لها الباب ديالها كامله، وضربوا واحد الولد نيدو طلان اونديكابي ما كيسمعش. وهذوك الناس شدة الطغيان طاغيين واحد الدرجة ما تصورش. وانا شي حاجة شفتها عيني ما نصبرش عليها ما نقولهاش، لان احنا كنخافوا من الله عز وجل. السيكتور ديالهم خالقين الرعب في الساكنة، وكان طالب من الامن يجريوا بحث على ديك الشباب. وجهي كيفاش عامل؟ ما شبروهاش، حتى التشبير ما شبروهاش. واش واحد ضربك نوجهك وما سامحين فيه يمشي في حاله؟ هذيك دابا كيقولوا عاد بعد كيقولوا يهودوا موراي. عامل شكايه شواهد 21 يوم، عامل شواهد، عامل كل شيء ديالي، تصاور الناس د الحومه كاملين، هذاك اللي ضربوه يدو، عاملين مافيا، عاملين مافيا مع بعضيتهم، فهمتي؟ عاملين مافيا مع بعضيتهم كيضربوا عباد الله. الجرو ضربوه، جرود العساس ضربوه، حتى هو جرود العساس عندنا التصاور ديالو ضربوه بالشفره، راسو كامل فتحوه له. يعني دائما كيجيو يسرقوا تما، كيشربوا كيجيو تما كيسرقوا دائما. وانا هذيك النهار واقف مع الراجل، جاو تعدوا عليه، وكنطالب من رجال الشرطه يعملوا معاهم قانون. ما كنطالبش انا شي حاجه، انا تعدوا عليا كنطالب. كاينين الناس قالوا لنا نهودوا معاكم كوميساريه، قالوا لي لا. هو العساس، وكاين العساس اخر، وكاين النسا واللي مضروب. هادو راه مافيا الحبيبه اخاي، مافيا. بشهاده السكينه نديك نلحاو، ما تسمعش الناس كاملين كيهضروا. الحراسه ديالي دائما كيهودوا من تماك، وخلق الرعب السكينه. وكنطالب من السي الحموشي يتاخذ القانون ديالو، بان هذيك الناس اللي ساكنين بديك السكينه عيد دراويش، بنادم كيتكافى مع لقمه العيش، ما على بالو شي بصداع، ولا لا على بالو بنادم كيشد عليه بابو. وهادو كيتهاجموا وخلق الرعب في الساكنه لواحد الدرجه ما تصورش. وبشهاده السكان، بشهاده العساسه.
بالرجال بالنساء بكلام ساقط ب ما كيحشموش ما كيحش الاعمار ديالهم كتراوح ما بين 20 سنه و 25 سنه. كنطالبوا من السي الحموشي يتاخذنا يتاخذ الحق ديالنا وانا يتاخذوا لي الحق الكلبه ديالي الجروه ديالي يتاخذوا لها الحق ديالها لانهم تعدوا عليها واحد التعدد اللي ما كاينش تعدد حاشا يهودي ما يضربهاش ديك الضربه اللي ضربها واحد الشخص منهم. وعاديك باباه شني قال لي ميخو كنا خارجين من كوميساريه قال لي ولدي نخسر عليه مال الدنيا ونطلعك من الحبس. قال لي هذا اللي ضربني وجهي باباه قال لي نخسر عليه مال الدنيا ونطلعك من الحبس. صافي هو هادشي الله يرحم والديك.